في بداية الفيديو يا شباب حب اقول لكم ان الفيديو ده اتصور في مدينة البوكافيل، وتعتبر مدينة البوكافيل من اجمل المدن الموجودة في غرب اوكرانيا. ولكن الرحلة كانت حوالي اسبوع، كانت من اسبوعين بالظبط. المهم كان المفروض الفيديو ده ينزل في نص الرحلة، ولكن بالمعلومات اللي فيه او بالكلام اللي انا اتكلمته فيه كان لازم انزله اول فيديو، عشان خاطر الطلبة اللي حابة حاليا تيجي تدرس في اوكرانيا وعايزة معلومات اكتر، فحبيت ان انا انزل الفيديو اول حاجة، وبعد كده ان شاء الله نتفرغ ان احنا ننزل الرحلة كلها كاملة من اول ما طلعنا من كييف لحد ما خلصنا الرحلة ورجعنا تاني كييف. اشوفكم على خير. ونسيت اقول لكم يا شباب، اللي ما عملش لايك وما عملش اشتراك بالقناة يعمل اشتراك بالقناة، لان الايام الجاية باذن الله هتبقى في حاجات كتيرة جدا 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 هتفيدكم. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير، ويا رب دايما اسمع عنكم ان انتوا دايما بخير. طبعا ما طلعتش معاكم من زمان اعمل لكم فيديوهات اللي انا بتكلم فيها وان انا بقول فيها معلومه وكلام من ده. كل الفيديوهات اللي انا بعملها عباره عن فلوجر، عباره عن تدوين يومي ليومياتي، الاماكن السياحيه اللي بروح فيها باجي فيها. المهم طبعا المكان اللي انا فيه دلوقتي دي مدينه البوكافيل في غرب اوكرانيا، من اجمل المدن في العالم كلها بصراحه، وانصح اي حد عريس وعروسه، انصح اي حد حابب ان هو يسافر بره بلده ان هو يشوف مكان جميل، مكان حلو. المكان ده جميل جدا، نظيف جدا، الخدمه فيه حلوه جدا، يعني مليان بالطبيعه والجمال والاشجار يعني مش عايز اقول لك، هتشوفوا الفيديوهات واكيد ان شاء الله هتعجبكم. المهم ندخل في الموضوع على طول. النهارده هتكلم معاكم على اساسيات ان انت ازاي عايز تيجي اوكرانيا. طب هتيجي اوكرانيا ايه اللي يفرق اوكرانيا عن البلاد التانيه؟ طب ايه هي الجامعات المعترف بيها؟ طبعا هتكلم عن مصر بصفه خاصه، وطبعا في معلومات لاخواتنا برضو اللي هم العرب. نتكلم على مصر ونقول ان في مصر 7 جامعات بس اوكرانيه هم اللي معترف بيهم، وهتلاقوا اللينك بتاع ال7 جامعات دول فوق، تمام؟ فيهم الجامعات الطبيه، وفيهم الجامعات اللي هي التقنيه، وفيهم الجامعات اللي هي الادبيه، وفيهم في 4 مدن بس في اوكرانيا. طبعا العدد قليل، 7 جامعات قليل جدا. تاني حاجة، في جامعات لها أحقية إن هي تكون داخلة من ضمن ال7 جامعات، ولكن معرفش بصراحة ليه اشمعنى ال7 جامعات دول بالظبط. المهم أنصح أي حد مثلا عايز يجي يدرس طب فيدرس في جامعة كييف الوطنية اللي هي جامعة الباجامولتس، عايز يدرس هندسة يدرس في الجامعة التقنية في كييف برضو، عايز يدرس اي مواد ادبيه او اي تخصص ادبي يدرس في جامعه راشفشنكو. دول بالنسبه لي افضل 3 جامعات ممكن ان انت تدرس فيهم ونضاف وحلوين. طيب نتكلم بعد كده على شروط ان انت تيجي هنا اوكرانيا، وفي مجموع ولا مفيش مجموع وكلام من ده وكده. طيب لحد دلوقتي المجلس الاعلى للجامعات ما اقرش ان في مجموع محدد تقدر تدخل بيه اي جامعه، ولكن نقابه الاطباء في مصر قالت لك اللي هيجي اللي هيدرس بره وهيكون الشهاده بتاعته شهاده الثانويه بتاعته جايب فيها مثلا وليكن 90% والثانوي بياخد من 98% في مصر، فبالتالي مش هيسمح اللي هو ياخد كارنيه النقابه، لان بقول لك اكتر من 5% فرق ما بين مجموع الثانويه العامه اللي هو بيدخلك طب في مصر عن هنا، يبقى انت مش هتحصل على اللي هو كارنيه النقابه ومش هتبقى دكتور تبع النقابه اللي هي نقابه الاطباء، وكده مش هتعرف تفتح عياده ومش هتعرف تشتغل. فركز قوي في الحته ديت قبل ما تيجي، لازم تراجع نقابه الاطباء وتتكلم معاهم وتشوف بالظبط مسموح ليك ان انت تدرس بره وفي مجموع ولا لا وكده، لان ممكن يكون الكلام اللي انا بقوله مجرد كلام هم قالوه مش على ارض الواقع متنفس، فانت اكيد هتروح لهم وتسالهم هيكون افضل. طيب اوكرانيا هنا الدراسه فيها اللي بيميزها ان هي رخيصه، اللي بيميزها ان المصاريف بتاعت الدراسه رخيصه، ان مصاريف المعيشه رخيصه، السكن رخيص، البلد جميله، البلد طبيعيه، البلد فيها امان، البلد العنصريه فيها محدوده جدا جدا جدا، وفي اماكن تكاد ما فيش خالص عنصريه، احنا عايشين في البلد الدنيا حلوه معانا. بس في عيوب ان انت مش هتعرف تشتغل، لو هتشتغل مش هتجيب الا مصاريفك وهتاثر على دراستك.
طيب ازاي تقدم او ازاي تبي اوكرانيا؟ اول حاجة نصيحة مني، خدوا بالكم من النصابين، لان في نصابين كتير جدا 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 زي ما تقول بنصبهم على الطلبة، بان هم طبعا الطالب في مصر فهو عايز يطلع من مصر وخلاص، اي حاجة السمسار بيقول له عليها فبيقوم منفذها على طول. فاخد بالك جدا من الشركات النصابة ديت، لان الشركات ديت بتكون يعني بأمانة بتمص في دم الطالب اللي حابب يجي يدرس هنا. فخد بالك من الشركة اللي انت بتتعامل معاها، خد بالك من الحاجة اللي انت بتديها له. تاني حاجة خد بالك كويس جدا ما تدفعلوش اي مبلغ في مصر غير مصاريف الدعوة الدراسية، وتكون تقريبا ما بين 150 ل 300 دولار كل واحد بقى حسب سعره، كل واحد حسب مكتبه، كل واحد حسب الجامعة اللي هو جايب لك منها الدعوة والأوراق اللي مخلصها لك ومصداقيته عن غيره. فركز كويس جدا 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 في كل حاجة انت بتعملها عشان خاطر ممكن بعد كده ما تقعش في مشاكل. كده يعتبر انا جبت لكم الخلاصة البسيطة. بإذن الله لو اي حد عنده سؤال يكتبه تحت في الكومنت، وان شاء الله بإذن الله في الايام الجاية هرد عليه. هعمل لكم ان شاء الله اسبوعيا حلقة نطلع نتكلم فيها زي الحلقة اللي انتم شايفينها دي كده، نقول فيها معلومتين ثلاثة، بحيث ان انا هشوف الرسائل اللي مكتوبة تحت وهجاوب عليها، لان بيجي لي رسائل كتير على الخاص، وبيجي لي رسائل كتير على الواتس، وبيجي لي رسائل كتير على ماسنجر، وانا حطيت اللينكات بتاعتي تحت. ولكن انا مرحب باي حد يكلمني، بس اعذروني في ناس ما بقدرش ان انا اكلمها، الوقت بيكون ضيق جدا 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 فما بقدرش. اشوفكم على خير، مع الف سلامة، باي. استنوا يا شباب قبل ما تقفلوا الفيديو، هسيب لكم تحت في صندوق الوصف او تحت في اول كومنت اللينك ده بتاع وزارة التعليم العالي الاوكرانية. من خلال اللينك ده ممكن انت تدخل تعرف شروط الالتحاق بالجامعات الأوكرانية، ومن خلاله كمان تقدر ان انت تسجل بنفسك وتحصل على الدعوة الدراسية بنفسك بدون اي وسيط نهائي. بتعرف تتكلم انجليزي حلو، هتلاقي اللغة الانجليزية موجودة، تقدر من خلالها تسجل في الموقع ويبعت لك الدعوة الدراسية وتخلص اوراقك بنفسك ومن غير اي وسيط. مع السلامة.